يحط معرض الجيش الوطني هذه السنة رحاله بمعتمدية تينا بولاية صفاقس في إطار الاحتفالات بعيد القوات المسلحة، وقد لقي هذا المعرض اهتماما كبيرا لدى أفراد الشعب الذي تغيرت انطباعاته القديمة والمغلوطة، فقد شعر أبناء تونس من خلال هذه الصور التذكارية التي تلخص تاريخ الجيش ومهامه وبطولاته بقيمة قواتنا العسكرية. المعرض الإعلامي للقوات المسلحة يدخل في إطار يوم بمعتمدية تينا، يدخل في إطار يوم الجيش بولاية صفاقس، في إطار ذكرى 57 الاحتفال بمبعاث الجيش الوطني، يضم لوحات تجسد مهام الجيش الوطني، كيفية إنجاز المهام هذه، في إطار التنمية الشاملة، في إطار المساهمة في حفظ السلم والدفاع عن حرمة الوطن، ويضم لوحة فيها المصابين في أحداث الشعامبي. هذا مفتوح للعموم اليوم في معتمدية تينا، وإن شاء الله المواطنين يجيوا يطلعوا يشوفوا الجيش الوطني عن قرب. والله جينا باش نفرجوا الجيش الوطني ونعرفوا ناخذوا فكرة، لكن سنين الله ما نعرفوش عليها حتى فكرة أمور متاع الجيش هذية والواحد، فهمتني؟ وشرف عظيم المواطن التونسي باش يعرف كل شيء، فهم حتى مشكل كبير. الجيش التونسي معناتها جيش ظهر شريف وظهر جيش، فهمتني؟ عنده عقيدة وعنده مبدأ ومنظم، فهمتني؟ وهذا فخر لينا، وإن شاء الله ديما يبقى ذخر للوطن وحامي للوطن، الحمد لله. والله حاجة باهية هكا، برشا حتى صغار يتعلموا برشا حوايج، يروا معناتها كفاءات الجيش ويروا برشا حوايج ويتعلموا برشا حوايج، وزيد واحد يفتخر هكا ويرى معناتها بلاده ويرى الجيش نتاعو. الحمد لله، وكا حبيت هكا نشوف معناتها تبارك الله عليهم، معناتها حق حاجه باهيه هكا، والحمد لله. الحمد لله الواحد عنده جيش كيما هكا، الحمد لله يا رب. ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما في تقدم، ان شاء الله يا رب. والله معناها مجهودات الحقيقه، فهم برشا حاجات ما كنتش نعرفها، توسكي مثلا ميديكال، معناها طبيا كيفاش، مدنيا كيفاش، اجتماعيا كيفاش قاعدين ننقذوا في العباد في ايامات اكل الثلج، ايامات نسى وقت ايامات الثوره، في الوقت جاو الليبيين في راس جدير، برشا حاجات معناها نرى فيها حتى في التاريخ نتاعنا شيء كبير. معناها اصلا حتى التطور اللي وصلوا له الجيش ما شاء الله، معناها من الازياء من التقنيات الحديثه اللي وصلوا لها اللي نجموا يوصلوا لها، مستوى عالي برشا. وفي جو الاحتفالات يتقدم الشعب التونسي بتحية لجيشنا الوطني وشهدائه الأبرار، تقديرا له على دوره التاريخي الذي يلعبه في هذه الفترة الدقيقة، بداية من الثورة المجيدة إلى أحداث الشعامبي. ما نجم نقوله كان بارك الله في كل المؤسسة العسكرية بكامل مكوناتها، وإن شاء الله التونسيين كل معناها يفهموا اللي يراو التواصل هالبلاد هذية وإرادة العيش المشترك، رأوا أهم مكوناتها هو الحفاظ على المؤسسة العسكرية. نقول جيشنا واصلوا على هذا المنوال، واصلوا في دفاعكم عن هذا وطن، وطن تاعنا تونس اللي ضحت ناس من أجله ومن أجل استقلاله، وواصلوا في الضوء على هذا الوطن، فهو في رقبتكم ورقبتنا جميعا. والله نحييهم على المجهودات اللي قام بها الجيش التونسي، على خطر الجيش التونسي معناتها 24 ساعة في الخدمة، فهمتني؟ معناتها المواطن يخدم 8 سوايع، فهمتني؟ يمل الجيش التونسي اللي كله يمل، 24 ساعة خدمة، جيش ممتاز، جيش قوي، جيش منظم، وجيش شريف، وهذا فخر لينا وفخر للشعب التونسي كل. والله نحييهم برشا ونقول لهم ربي إن شاء الله يعينكم وربي يخليكم، وبصراحة ونقول إن شاء الله يا ربي يرحمهم اللي متوفي وربي يعوض عليهم، وخاصة كيما هكا يرى مشهد كيما هكا، إن شاء الله ربي يعوض عليهم هكا وربي يعطيهم الصبر. أقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة، وهم أصلا من أولاد الشعب وأولاد البلاد هذه، هما يخدمونا وإحنا نخدموهم ونعاونوهم في أي حاجة. كان هذا المعرض فرصة سانحة لمعرفة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، ودعوة لكافة شباب تونس للخدمة العسكرية ولخدمة هذه الأرض الطيبة.